بان الوليد لازم يركز على اللعب الجماعي كثير، لازم يشوفوا لو كانت هذه المباراه غتعطينا مقياس اللي ممكن المسابقه سوف تكون بعد 15 يوم 3 اسابيع، كنا سوف نكون متخوفين دون شك. صحيح ولا لا؟ عهدنا هذا الهدف من صناعه زياش، تمريره بيسراه، اسيست من نصيري، وتسجيل من ابراهيم دياز. هناك عمل، هذا اسلوب يجب أن تنضاف إليه أساليب أخرى لكي يكون المنتخب المغربي جاهزا في عملية صناعة اللعب أمام مثل هذه المنتخبات. لأن شفنا اليوم بأن اللعب فردي ما يخرجناش اللعب الفردي. شفنا في الأول في الشوط الأول إمكانيات فردية كبيرة جدا. إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي للجميع، مرحبا بكم في فيديو جديد. إذن انتصار صعب 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 جدا للمنتخب الوطني المغربي بهدف لصفر في الأنفاس الأخيرة من المباراة من المتألق عبد القادر إبراهيم دياز الذي أنقذ المنتخب الوطني المغربي من التعادل في أول مواجهة للمنتخب الوطني المغربي مع منتخب لوسوتو، يعني أول مباراة بين المنتخبين في تاريخ كرة القدم، وهذا المنتخب من أصعب المنتخبات الذي يلعب على مستوى الدفاع. منتخب دخل بشكل قوي دفاعيا ولعب طيلة المباراة يعني بدفاع يعني قوي من أجل الوقوف ضد هجمات المنتخب الوطني المغربي، وشاهدنا في الشوط الأول كذلك الشوط الثاني المنتخب الوطني المغربي وجد صعوبة كبيرة في فك شفرة دفاع ديال المنتخب لوسوتو. شفنا في المباراة الماضية أمام منتخب الغابون، الغابون منتخب يلعب لعب مفتوح ويلعب هجوميا أكثر من دفاعيا، استطعنا أننا نسجل 4 أهداف، ولكن هنا المشكل الكبير ديال المنتخبات الإفريقية من الصنف الثاني، المنتخبات الضعيفة دائما تلجأ إلى الدور الدفاعي، وهذا ما حصل اليوم أمام منتخب لوسوتو، منتخب الوطني المغربي بالأسماء دياله وبالنجوم دياله. وشفنا أيضا وليد رجلاي غير في التشكيل ديال المباراة، الشوط الأول فيها أسماء صغيرة، فيها كذلك لاعبين جدد مع المنتخب الوطني المغربي، رغم ذلك وجد الصعوبة حتى في التغييرات اللي دخل فيها إبراهيم دياز وزياش وكذلك سفيان الرحيمي، دخل يوسف النصيري، رغم ذلك حتى الأنفاس الأخيرة من المباراة عاد جاء الهدف ديال الانتصار والهدف الفوز مهم جدا جدا. أنا أظن هذه مباراة ممتازة باش أننا نستافدوا كثير كثيرا من هذه المنتخبات الإفريقية اللي كتلعب بدور دفاعي. منتخب لوسوتو صراحة من أصعب المنتخبات اللي شفتو أنا، يعني دفاع منكمش، يعني ما تقدرش تسجل عليه بصعوبة.